لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. وفقا للنائب فيصل العيساوي فإن عبد المهدي يتحمل مسؤولية تأخير استكمال التشكيلة الوزارية، إلى أي مدى تظن أن عبد المهدي وحده فقط من يتحمل تأخير تشكيل الحكومة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يتحمل المسؤولية بالحقيقة تتقاسم المسؤولية تقاسمها عدة أطراف، فبالإضافة إلى الكتل السياسية التي يبدو أنها غير متوافقة تماما مع تشكيلة الحكومة المقبلة، هناك طرف أساسي ويتمثل بإيران. إيران هي اللاعب الأساسي، لا ننسى ذلك، يجب أن لا ننسى ذلك. إيران هي اللاعب الأساسي في مسألة التشكيلات الرئيسية للحكومة، خصوصا الحقائب الوزارية الأكثر سيادية من غيرها، وبشكل أخص وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية. هاتان الوزارتان تشكلان المفصلان الأساسيان الذي من المتوقع سيشكل مفترق طرق فيما يتعلق بمهمة عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي يخضع لعدة ضغوطات، وأكثر هذه الضغوطات وأهمها هو الضغط الناتج من كتلة الفتح، متمثلة بهذه العامري، لأن كتلة الفتح هي نستطيع أن نقول هي الأداة الرئيسية التي تستخدمها إيران في الملف الذي الخاص بتشكيل الوزاري. كتلة الفتح تريد أن تستحوذ على وزارة الداخلية، وهناك كتل أخرى ترفض ذلك. نعم. أنا أعتقد أن عادل عبد المهدي أمام تحدي كبير. ما تعليقكم على تصريح لجنة النزاهة النيابية بأن عمليات الابتزاز وبيع المناصب بالوكالة من قبل الأحزاب أصبحت ظاهرة لا يمكن إنكارها؟ بالحقيقة هذه الظاهرة هي ظاهرة قديمة ومتجددة. عملية الابتزاز وعملية بيع المناصب شهدها العراق منذ التشكيلات الأولى للحكومة منذ عام 2005، وتزايدت هذه العملية بحكم كون العراق أصبح الحقيقة تسوده أجواء التوتر الطائفي والأجواء عسكرة المجتمع وتنامي دور الميليشيات الطائفية. كل هذه شجعت على عمليات الابتزاز، تنامي عمليات الابتزاز. هناك عامل آخر وهو عامل الفساد ونهب الأموال، أموال العراق، وتنامي الثراء السريع والثراء الفاحش لدى مراكز القوى وخصوصا الساسة القادة السياسيين. هذا مكن بالحقيقة القوى السياسية من أن تمتلك وسائل الترهيب وكذلك وسائل الترغيب فيما يتعلق ببيع المناصب. فالعملية ليست جديدة، العملية قائمة ومتجذرة في داخل العملية السياسية. في ظل كل هذه التداعيات، إلى أي مدى ترجح سيناريو سقوط حكومة عبد المهدي الذي يتحدث عنه بعض النواب؟ أنا أعتقد ومنذ البداية توقعنا بالحقيقة، وتوقع كثير من المراقبين، توقع أن مسألة عادل عبد المهدي الذي بدأ على أنه هو التوافق الخارجي، التوافق بين الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية باعتباره طرفا محايدا بين ما تريد إيران. إيران كان ما نعلم تريد كتلة الفتح ممثلة بهادي العامري، وقد طرحت هادي العامري كرئيس كمرشح لرئاسة الوزراء، بينما أمريكا طرحت حيدر الدار العبادي كمرشح لرئاسة الوزراء، ووجدوا أن الحل الوسط هو عادل عبد المهدي. أنا أعتقد أن إيران وافقت على عادل عبد المهدي كبالون اختبار، ستمر فترة طويلة وسيعجز عن تشكيل الحكومة وستقول في النهاية لاحظوا أن هذا الشخص فشل وعليه يجب أن نعود إلى الكتلة الأكبر والتحالف الأكبر في داخل هل هذا يعني أن هنالك مساعي فعلية لإسقاط حكومة عبد المهدي؟ ما مصالح هذه الجهات من ذلك؟ أعتقد وكذلك كثير من المراقبين يتوقعون ذلك. ربما سيفشل في إتمام الحكومة، لأن الحكومة ناقصة حاليا، تمت المصادقة على 14 وزير فقط،
والثقة ستمدح كاملة عندما يستكمل الوزارة، وهي وتحتاج أعتقد إلى ثمانية وزراء، وأعتقد ستوضع كل العراقيل من أجل ذلك، أو على الأقل ستوضع عراقيل أمام تشكيل وزارتي الدفاع والداخلية وهما أهم الوزارات، وبالتالي أو حتى إذا نجح في تشكيلها ستكون حكومة قلقة ما تلبث أن تسحب منها الثقة وتعود مرة أخرى إيران إلى اللعب كلاعب أساس في تشكيل الحكومية. أنا أعتقد في النهاية ستكون الحكومة موالية ورئيس الوزراء سيكون من الكتلة الموالية تماما لإيران. أشكرك عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية.